إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا أنفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما، أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا تقبلا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدينا وشيخنا أصحاب الحقوق علينا جميع المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا أرحم الراحمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى في السر والعلن، كما أوصيكم ونفسي بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وخير وأفضل ما يتقرب إليه العبد بعد الفرائض هو قراءة كلام الله عز وجل وهو القرآن العظيم. فيا إخواني وإخوتي وأخواتي وبناتي وأبنائي، أكثروا من قراءة القرآن، أكثروا من قراءة القرآن، أكثروا من قراءة القرآن والنظر، أكثروا من النظر في المصحف، فإن النظر في المصحف عبادة، والله عز وجل يحب من يحب القرآن. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان يحب الله ورسوله فلينظر، إن كان يحب القرآن فهو صادق يحب الله ورسوله. فأوصيكم ونفسي بالإكثار من تلاوة القرآن والسماع إلى القرآن، فإن في قراءة القرآن خير كثير في الدنيا والآخرة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والأحاديث والآيات والنصوص في هذا كثيرة، ولكن هذه كلمة وهذه ذكرى أذكر نفسي وأذكركم، وخاصة في هذه الأيام. أسأل الله عز وجل أن يرفع عنا وعنكم البلاء والوباء، وأن يجعلنا وإياكم ممن طال عمره وحسن عمله، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل ما أصابنا وأصاب المسلمين تكفيرا للسيئات ورفعا للدرجات، وأن يجعلنا وأن يرزقنا توبة نصوحة ورجوعا إليه وإنابة سبحانه وتعالى. هو الكاشف الضر، هو كاشف الضر سبحانه وتعالى، وهو الذي يرفع البلاء سبحانه وتعالى، الملك العظيم، وهو الرحيم الودود سبحانه وتعالى بعباده. فلنتضرع ولندعو الله عز وجل ولنرفع أكف الضراع إليه سبحانه وتعالى، ونتقرب إليه بالدعاء بكلامه وبتلاوته وبحفظه وبالاشتغال به. أسأل الله لنا ولكم التوفيق، أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.